تمساو وانتم عرايس، وتمساو وانتم الفايس، وتمساو وتمساو وحنا حجاج. كي بقيتي ولاباس؟ كي بقيتو مع الصحة؟ كي بقيتو مع الصيام؟ هاد النهار عندي أول مرة باش ندير اللوك بوك ديال المحجبات، ماشي حيت متحجبات نلويو أي شرويطة على راسنا ونخرجو مهمولين ونخرجو مبهدلين، لا، المحجبات تعطي نظرة أول ما تنشوفوك، تنشوفوا الاخت المسلمه، تنشوفوا الرقي، تنشوفوا النظافه، تنشوفوا العنايه بالمراه المسلمه، تنشوفوا المراه المسلمه. هذه النظره الاولى هي اللي تتكون المراه المحتجبه، واش منظمه، واش متوله، واش يعني كاين اللي ما تعرفش. الاسلام تيقول صافي المسلمين تيلبسوا داك الشيء مكمش، الشرويطه حالتها تلويوها على راسنا، شي حاجه مكمشه وتنخرجوا. ابدا ماشي هذه هي النظره ديال الاخت المحجبه. وتبارك الله ماشي كلشي دائما كيف ما تنقول ما تنعممش. المهم انا واحد الفئه كاينه هامله راسها تتقول انا محجبه ما عندي غير هاد السباكغاف وندير اللي كان. المهم هاد النهار اختاريت واحد الحويجات لبساتي الا ماشي للعمره، ماشي للحج، ماشي نمشيو للجامع، محتجبه مستره راسي، ما فيها بس نشوفوا شنو كاين جديد. وتنتمنى على الله يعجبكم اللوك ديال هاد النهار. بالنسبه ليا انا الحجاب هو هذا المستور. عندي بزاف ديال الشدات، ولكن تبعوا معايا شويش بشويش وتنتمنى على الله يعجبكم الفيديو. المهم ندوزو نشوفوا هذه هي اول لبسه. هذا الكريب، نمشي لديك الكريب الغليظ ما تيبينش ما تيلصقش، يعني بالجويبات مزيون دير هكذا. انا درت له ماشي كيف ما تنقول محجبه ما عندكش الطالون ما نلبسش ما نهشاك ما عندك حتى حاجه، لا، دائما لي زاكسيسوار والحويجات مزيونين تزيدوك اناقه وتزيدوك رقي، لان الله تعالى ما قالكش ديري الحجاب خرجي مبهدله ابدا حاجه. هذه انا عجبتني. كاين مثلا الاخوات اللي تيديروها هكذا مثلا للجامع او للعمره، تنستروا بها راسنا كلها تجي هكذا مستوره، شفتيها هكذا تجي مستوره كبيره، هي كبيره. ويلا حبينا نديروها نلويوها كيف كل واحد كيفاش تيرتاح. المهم انا درت لها هكذاك كيف ما قلنا كبيره، تنديروا لها يا اما هكذا يا اما هكذا يا اما تنخليوها منزله. هذا اللون هذا مغلوق تيجي شويش كل واحد وذوقو بالماغين. ندوزو نشوفو لبسه واحده اخرى. هادي بلون كاسي، هادي ماشي هذا كريب ولكن من نوع رفيع، هذا يعني شكله نازل وبارد حتى هو، وما فيهاش الجياب كيف ما تتشوفوا. وكيفاش كيف ما قلت لكم اللي تيحب يستر هنايا تنكونوا ماشيين للجامع او تيحب يستر صدرو او كلشي، تتبقى هكذا وتتبقى يعني اللبسه ديالها خفيفه ونازله مستورين. وهذا كيف ما قلت لكم لا يعني ماشي ما حيت دايرين الحجاب ما نحطوش لي زاكسيسوار ما نحطوش، هذا ملي تنكونوا خارجين. اما كيف ما قلنا لك كانت عمره او حج او مسجد هذاك الشيء اخر. كيف ما تتشوفوا فوالا واسعه السلسله وتتجرجر. هذه اللي حبينا مثلا ندير لها سباط بلا، ندير لها ما نلبس شي سبرديله ونبهدل براسي وندير شي سبرديله ديال شي كوداس ديال الكره ولا شي حاجه ونجي مبهدله كانسه او سيده محتجبه. باش ندير لها الصبيبط ديال الجلد حاضر تتكون مرتاحه ومع الصهد مع الكولور حتى هو تيناسب. فوالا شفتيو الصبيبط؟ الصبيبط نازل وديال الجلد وتيكون مريح يعني تنكونوا على راحتنا كيف ما قلنا. واللي حبتي حب ديك السبرديلات اللي تيلبسهم البنيتات الشابات، راه كاينين انواع نسائيه، دائما نختاروا انواع اللي تتوالمنا تتزين من الاناقه ديالنا، ما تتزين ما تطيح لنا شي من الجمال ديالنا. انا بدلت الشده درت لها هكذا وكل واحد كيفاش تيختار. وندوزو نشوفوا لوك واحد.
واحد اخر. اللي حبيت نقول بحال دابا مثلا اللي تتكون كتير طايت تنكونوا مربعات القد تنكونوا قصبرات تنكونوا يعني ماشي طوالين طوالين، الحمد لله بصافي الصحه والسلامه. دائما تنختاروا نفس اللون باش تيخلينا باش يجبدنا باش تنكونوا متقادين اللي تيشوف فينا وتنشوفوا في راسنا، تنكونوا متوازنين الالوان تنكونوا انيقه تنكونوا متولات، ما نديروش درجه كل لون في لون في لون حتى تيخسروا لك المنظر ديالك وتيخسروا لك حتى يعني الفورمه ديالك. هادي شتا واحدة اخرى، هادي براتيك، هادي اللي رطبه الحراره، هادي اللي يعني ما تعندوش مشكله. انا عندي مشكله هنا عشك والله ما تنقدرش نعزي نهائيا هنا، هادشي اللي عطى الله ما تنقدرش. هادي اللي تيقدر يشد هنا باش ما تتفل يعني ما تتفلتش، هادي رائعه. هادي باش نوريكم التصويره، فوالا شفتيوها كيفاش تتجي، هادي ورطبه، هادي رطبه، هادي تتجي هكذا دايره تتدخل في العنق هكذايا في الطوق وتتجي ورطبه كيف ما قلنا وكبيره يعني تتغطي حتى الكتاف. اللي تيقدر على هنا تكون يعني معزي كيف ما قلت لكم براتيك. هادي تتجي غزاله، والاثمنه يعني ما نقدرش نقول الاثمنه، كل واحد على قد جهده كل واحد على قد حاله، دقلا هكذا او تتندار هكذا، المهم تبارك الله راكم تتعرفوا. انا هي تنشارك معكم هادي حتى هي غزاله كيف ما قلنا رطبه، ولكن هادي واسعه ومرحه. هادي الكسيوه اللي كنتو شفتيو عندي كنت شريتها من تركيا، واسعه ومستوره وستفين راسنا. هي الجلابه المغربيه، اول مره تنشري يعني جلابه مخيطه ناضيه يعني للضرورات احكام، ولكن كوميم راه كاين القياسات، كاين اللي حب مثلا يعني يقضي وكان عنده يعني ظروفه اللي تتهدا يعني يقدر يشري. ماشي نكحز اللور، هذه اللي تتحب تمشي للجامع يعني لابسه كلشي بيض، اللي تحب اللي عندها ان شاء الله الرحمن الرحيم العمره، اللي عندها ان شاء الله الرحمن الرحيم حجه ان شاء الله، لا يحرم حتى شي واحد، الله يبلغنا ويبلغكم كل واحد المقصود ديالو. هذه درت لكم لوك كله لوك ديال العمره او ديال الحج، حتى الصويك درته هكذايا داير بيوض هكذايا باش يجي متول، ماشي قلنا حيت محجبات ولا ماشي مثلا العمره او ماشي الحج نهملو راسنا، لا دائما خصنا نكونو متولين ومقادين. فوالا شفتيوها كيفاش جات دايره، مستوره. وهذه حتى هي الا حبيت مثلا ديك لان ديك الدركه ديال الكريب يعني اللي تينزلوا هكذا تقبطهي من هنايا وتتجي نازله على الكتاف، تتجي نازله على الصدر، على حسب كل واحد والذوق ديالو. هي تنعطي يعني هي عطاتكم الفكره. هذه حتى هي ارتحيت فيها لانها الجلابه المغربيه ديالنا لا يعلى عليها، ولكن كيف ما قلت ملي تيكون الظروف ولا مثلا باش تبدل وتعاود وتعاود ما فيها اباس، نشوفوا الحاجه اللي سهله باش ما نتعذبوش وتكون خفيفه تكون مستوره. فوالا هكذا تتجي، هذه ما عندها لا جيب لا حتى شي حاجه، كلشي تعرف كلشي تعرف الجلابه ديالنا المغربيه باللقب بالشوشه يعني تيتهلا، واخا داكشي سواقي المهم الانسان ما تيبقاش بلا بلا يعني بلا الحويجه البلديه. فوالا دابا ندوز لواحد الحاجه واحده اخرى، هذه تنظن تتعجب انا عجبتني بالنسبه ليا رائعه، ولكن نشوف رأي ديالكم شنو هو. ما نبدل هادو هما الدريرات ديال الكريب اللي قلت لكم، هادو انا عجبوني، هادو يعني خفيفين ومستورين، شفتي شحال كبار كبارين وجايين مدورين ما جايينش يعني مربعين. فوالا هادي بحال الاولى حتى هي فيها الجويبات ومتسعه واسعه. هذا حتى هو الحجاب بحال اللي وريتكم، حيت عندي ثلاثه الانواع، كاين واحد كاين هذا وكاين الكريب اللي كبارين تلويهم علينا، وكاين واحد بحال هذا سامبل عادي، هذا اللي قلت لكم براتيك اللي تنقبطو هنا اللي تيقدر على هنا معزي وتلويه ونعاودو. هذه فيها لافونتاج، هذه راه ماشي اللي كنت مصوره بها شحال هذه، ديك راه بوحدي تاع عندي ديال هذه عاد كي خديتها يعني فوالا. حتى
تندوب لهم القبيب هكذا الا حبينا، ما حبيناش تنخليوه هكذا. ولكن حاجه واحده اللي عجبتني كيف ما قلت لكم، لا ماشي بحول الله مسهل عليكم ربي في العمره او في الحج، جبت واحد الحاجه سهله سهله غزاله تيديروها الاخوات اللي تيديروا الخمار. انا عمري ما كنت تيسحبني عند هذيك لافونتاج، ولكن حمقتني باش نديرها وتشوفوا، حيت كل واحد وذوقه، كاين اللي ما تعجبوش كاين اللي تعجبه. ولكن كيف ما قلت المناسبه اللي يعني اللي تيكون ماشي يؤدي الواجب الديني ديالو باش ما يبقاش مقابل لهادي لهادي والستره، وتطلب ان الانسان يكون ستر الصدر ديالو ستر الظهر ستر كل شيء، الله يسترنا دنيا واخره. وكيف ما شفتوا اللوينات كيفاش جاوكم والذوق كيفاش جاكم، وتنتمنى على الله اللي مازال ما حج الله يسهل عليه، واللي مازال ما داكت العمره الله يسهل عليها، واللي مازال ما تزوجت الله يسهل عليها في المؤمنين في المؤمنين، والولاد الله يسهلهم عليهم في المؤمنات. المهم ندوزو نشوفوا الشده اللي جاني الكدكور عليها، ونشوفوا نتوما الراي ديالكم كيفاش داير. اللي تيحب يستر يعني بمعنى الكلمه، معنى الكلمة اللي ماشي يدي الواجب ديالو باش ما تتبان حتى شي حاجة، هذا هو المطلوب. بعتها لي قالت لي نقدر نديرها حتى من الداخل تجي. المهم اللي عنده مشكلة ديال الشعر، طب عنده مشكلة يعني خصو يدير جوج الحاجات. وشنو باش نقول لكم، انا هذه لبست هذا تيتشوكت مكذبش عليكم، هذه تتندار هكذا او تتندار حتى هكذا، جات غزالة حتى هكذا جات غزالة، او تتندك قالت لي من الداخل. سبحان الله العظيم، انا خليتكم على خاطركم باش ما يغضبوش مني الاخوات المنقبات. فوالا هكذا دايره، انا قلت لكم هذه قصه ذاتي، الله يكون معنا. تشوكت وجوني الصراحه، تشوكت ذاتي يعني تخشعت. هذه من عقدتها لداخل من الداخل جمعت لي راسي يعني ما تفلت ما حتى شي حاجه. هذه قلنا اللي ماشي دي الواجب بحول الله الحج او عمره، ويعني اللي هذا هذه ستره مستوره، وتبقاو يديك حرين. تتبقى كاينين في الالوان كلهم، يعني كل لبسه عندها اللون ديالها، وتتبقى مستوره وتدي الواجب ديالك. تنكون ساليت اللوك ديالنا ديال هذا النهار ديال خاص هي بالمحجبات. كيف ما قلت لكم المحجبات، واللي ماشي العمره اللي ماشي تمشي للحج ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما عليه حرم حتى شي وحده، والله يحقق الاحلام ديال كل واحد. تنتمنى نتمنى نتمنى الله تكونوا استفدتي، ونكون عطيتكم يعني نصيحه على قد جهدي. نتوما اللي دايرين الحجاب يعني شحال هذه راكم عندكم خبره اكثر مني، انا هي تنحب يعني تحت الطلب ديالكم نلبي لكم طلبات ديالكم. ساعتكم بروكا ونهاركم بروك، واللي عندها من تحبيب تتهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم من ام سيدنا محمد. كما تنقول لكم دائما تنحبكم لله، وعواشكم بروكا، واللي عندها شي امنيه الله يكملها لها. عجبني كاين في الالوان، كاين في الالوان كلهم المحجبات ديرو من الفوق يعني تيستر كل شيء. انا عجبني كيف ما شفتيو في الفيديو، قلت له هنا هكذا شوف رائع، كاين في الالوان وتيجي مستور. اي حاجه لبستيها دير فوق منها هذا الكاب تيجي مستور.